اذا هذا الفيديو 6 رقم 6 بالنسبه للناس ديال الثانيه باك بي سي، واللي كيخص الوحده رقم 3 يعني المتعلقه باستعمال الماده العضويه والماده الغير عضويه خصوصا الشابيتر 2. اذا هذا المصطلح ديال لا بوليسيون غتلقاوه في كاع لي شابيتر ديال هاد ديال 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 لونيتي 3. دونك ضروري ما نعرفو كيسكو سافو دير لا بوليسيون. الوغ تو سامبلومون لا بوليسيون سي تي موديفيكاسيون. اذا الماء مثلا باش نقولو ملوث، الماء شنو كنعرفو؟ انه ما عنده لا طعم لا لون لا رائحه. اذا باش نقولو التلوث ديال الماء يعني شنو؟ يعني لا موديفيكاسيون دي كاركتيريستيك، يعني التغير ديال الخصائص ديالو. شكون هما هاد الخصائص؟ الكيميائيه والفيزيائيه والبيولوجيه. بحالاش الكيميائيه؟ بحال هذوك الاملاح المعدنيه اللي تتكون في الماء، الا تزاد الحد ديالها على لي نورم كيف ما كتحددهم منظمه الصحه العالميه، الا تزاد لي نورم كيولي هذا الماء ملوث، يعني غيولي عنده واحد الطعم. إذا مثلا ارتفعت درجة الحرارة ديال الماء فكيولي ملوث، كذلك كيولي عنده واحد الذوق أو واحد النكهة معينة، كذلك إذا كانوا فيه دي زيليمون بيولوجيك، إذا كانوا فيه كائنات حية. إذا لوغسكون باغل، دونك أنا عطيتكم مثال ديال الماء، ولكن دابا غنعرفوا لا بوليسيون بشكل عام. دونك سي موديفيكاسيون دي كاركتيريستيك شيميك اي فيزيك اي بيولوجيك دي ميليو ناتشورال. بحالاش لي ميليو ناتشورال؟ فاش غنمشيو ميليو ناتشورال شنو غنلقاو؟ غنلقاو لاغ لو لو سول. باش غيتلوثو هاد لاغ ولا لو ولا لو ولا لو سول، يا اما باغ دي سبستونس سوليد اولا ليكيد اولا غازو. بحالاش ليكيد؟ بحال ليكسيفيا. بحالاش سوليد؟ بحال هذوك لي دي شي لي يعني فيرمونتيسيبل اولا قابلين للاكسده الى اخره. لي دي شي غازو بحال الميثان، بحال السي اف سي تيرميك يعني لوغمونطاسيون دو تمبيراتور، اولا لي سبستونس راديو اكتيف، سو كي اونترين ان ديزيكيليبر دو ليكوسيستيم. دونك شي اللي غيؤدي الاختلال في التوازن الطبيعي. نهاية الفيديو، نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.